هذا هو السبب الثاني الرئيسي في موضوع الإسقاطات المتكررة. فجأة بدون وجع فتح الرحم وصرت بدي أولاد. هذا حله كتير سهل، عامل كتير أساسي بفترة الحمل وعامل مهم جدا بيأثر على المرأة وعلى الجنين أو البيبي، خصوصاً أهل الزوجة. يعني أنت صرت تتهم جميع أهالي الأزواج بأنهم هم ممكن يمارسون ضغط شديد على تحديداً. لم أقل نحن دائماً بننصح الأم عند التخطيط لحدوث حمل أنه من ناحية أخذ العشبة الفلانية أروح على صيدلاني يعطيني الدواء الفلاني، علموها بوجود شيء ممكن يجي يشيل منك الحمل، فهي راح تصفي تحت وطأة هذا الضغط. هذا ضغط نفسي يؤدي، ممكن يؤدي إلى قلق وتوتر شديد.